معكم سامي فرمي صاحب صفحة وفيات تلاغمة. صفحتي خاصة بالوفيات تقريبا من منذ تقريبا 7 سنوات. الفكرة جاتني تقريبا كنت مع الوالد الكريم رحمة الله عليه تقريبا في الصغر، كنا لما نروح للمقابر تقريبا نفوت على المقابر ونزور الموتى، يقول المرحوم ربي يرحمه هذا قبر فلان، هذا قبر فلان توفي خلال سنة كذا، ودفن خلال سنة كذا، وكان إنسان طيب، إنسان معروف بالخير، إنسان حافظ القرآن، إنسان مصلح. من تقريبا من استنبطت الفكرة من هذا الموضوع. الهدف من هذه القناة هو تعريف الناس في المهجر بالوفيات داخل البلدية، على الأقل الناس تكون على بالها وشكون يتوفى، وعلى الأقل يبقى جسر التواصل هذا كاين من التعزية وصلة الرحم وكذا. فيما يخص قضية التوثيق وإعلان نشر الوفيات، تقريبا نتلقى يوميا عبر صفحة الفيسبوك أو عبر الميسنجر أو عبر الهاتف إعلان الوفيات. طيب كل الناس يتصلوا بيا، مات فلان سمير حطوا في لاباج تاعك، وانا نحطوا في لاباج تاعي وصفحات اخرى في تلاغمه، على الاقل الناس تعرف شكون اللي مات من اجل التعزيه.